هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام يا ناس حبايبي الكرام. مثل ما انتم شايفين شباب، مثل كل مره يا صديق حبايبي الكرام. باقي شوي للحاضنه الجديده رح تنزل حدنا يا شباب. انا الصراحه يعني ما اعرف شو رح تنزل من الحاضنه الشباب. ما اعرف شو بداخلكم. اوكي ليز اند جنتلمان، سو ليز اند جنتلمان حبايبي الكرام، قبل ما نبلش المقطع يا اسطير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، لا تنسوا تعملوا لايكات وشيرات وبارتاجات وكل ما بعضه حبايبي. اوكي طبعا شباب، شيء ثاني غدا ان شاء الله باذن الله تعالى شباب راح ينزل مقطع ثاني اسطوري على قناتنا الثانيه احلى ناس. بتمنى كل اسطوري يروح يشاهده، ولا تنسوا باللايكات وشيرات وبارتاجات حبايبنا. اوكي اوكي شباب، بقى 10 ثواني. الصراحه كثير متحمس شباب، لان ما بعرف يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم. الحاضر راح تنزل، راح نتكشف مع بعض حبايبنا. سو 3 2 1 يا بوي، اعمل هيك حبيبي. والله شو نزل؟ وات؟ اوه هذا انت الجوكر؟ الجوكر شباب؟ نو واي نو واي شباب، نو واي نو واي. عندي اياهم من قبل يا اساطير. شو راح نحرق الان شباب؟ شباب ما اعرف شو بدي اقول لكم شباب العلوين، ما اعرف شو لازم نحرق. بدنا نحرق ال 60 جوهر، لا 60 جوهر. شو شباب ركزوا معي، بدنا نحرق 60 حاضنه. اوكي اوكي ليتز اند جنتلمان، راح نحرقهم. شوف نجيب سكنات بنات، ليش لا؟ كمان سكنات الجوكر شباب من السكنات المميزات كثير. اوكي لا، هالحاضنه لا فيها شيء غريب شباب، لا لك في اكثر من حاضنه بنفس الوقت يا اساطير. ويلي 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 شباب، الحاضنات كلها مزيان مزيان. وات لا لا شباب، لا صراحه انا دايخ. اوكي شباب الحين خلينا نبلش شباب، خلاص نبلش ليتس جو. نضرب يلا. حاضنات كلها حاضنات شباب، نفس حاضنه واحده، ثلاث حاضنات الجوكر والهل والقناع حبيبي. والله حاضنات الجوكر ولا حبيبي، والله حاضنات الجوكر والمجمجم هذا ولا هذا، كله مع بعض بنفس الواحد. ول 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 اي تمام. ويلي 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 ويلي، ان شاء الله شيء بدنا شيء. او لا قناع ثاني حلو والله شباب، ما اعرف بس بدنا نحرق، ما اعرف شباب بدنا نحرق ليتز اند جنتلمان حبيبي. والله سوا شباب راح نسكر اللعبه، نرجع نفتحها ونشوف شو اسمها الحاضنه يا شباب. اوكي شباب الحلوين، اوكي مثل ما انتم شايفين ليتز اند جنتلمان حبايبي. اوكي هي غير عملنا ريستارت، طبعا هو موجود الحاضنه. طبعا الحاضنه هي ما اعرف اسمها، فاشن الموديل، فاشن الكيوبيتر، والله ما اعرف شو اسمها الحاضنه، ليش مو مبين اسمها. اوكي معني حاضنه لغه عربيه بس. سو اوكي شباب، حاضنه اسمها فاشن. اوكي موجود عندنا جوكر، حاضنه الجوكر والمخطط هذا وكله موجود، يعني كله موجود يا شباب. يلا نكمل الحرق شباب، بس ولكن يا حبايبنا صراحه ما بعرف، بدنا شيء جوهر يعني شيء حجر او شيء حبيبي. والله يا بوي ويلي 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 على هالحاضنه شباب، ويل عن جد شيء غريب عجيب اقسم بالله. طب بدنا ويل بالنسبه لحاضنه جوكر شباب، يلا معي شباب. هل راح نسترجع شوي؟ قول لي حجر حلو، يعني راح نسترجع شباب الايام، راح نسترجع ذكريات ايام زمان شباب. نو بروبلم. اوكي يلا يا ساتير التمانه والاقنعه يا معلم، الاقنعه حبيبي. والله لوس هي صار عندنا كم قناع، صار عندنا كثير من الاقنعه شباب. يلا روح ابلع يا جميل، ليتس جو حبيبي. والله ويلي 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 ويلي، اوبا قناع حلو والله، في قناع شباب زي القناعات نايس حلو، هي احلى قناع كمان. والله شباب خلينا ندخل نشوف كم قناع صار عندنا، ما اعرف شو بالنسبه للمهرجان شباب. عند يعني عندنا من قبل زمان هذول، من قبل المخطط الفقري هذا ما عندي ولا واحد منهم مثل ما انتم شايفين. لا والله عندي بس دول القديمات. اوكي لا هذا ما عندي وهذا ما عندي، حلو املنا اثنين. بالنسبه لهذا المخطط شباب، الصراحه هذا عندي اياه، هذا فقط اللي عندي اياه، هذا ما عندي. والله شباب ما بعرف شباب، ليك شباب ليتس جو نكمل بعدين نشوف شو الاشياء اللي معلمه معنا. يلا جو نكمل ان شاء الله. طلعنا اوبا حجر، يلا نكمل ليتز اند جنتلمان، ان شاء الله طلعنا شيء حجر. اي تمانو قناع نايس، هاي احلى قناع. يلا يا جميل تك 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 ابلع، وهي قناع حبيبي والله. يلا ليتس جو، ايه التمانو. يلا ان شاء الله يطلع لنا شي قناع معلم.
لاحظتوا شيء شباب؟ يعني ولا قناع طلع لي تبع الجوكر. سو نو بروبلم نو بروبلم. ابلع والله ما طلع شباب. يلا يلا اوكي ليز اند جنتلمان. اوكي طبعا شباب سحبت كان معنا 60 بطاقه. طبعا 60 بطاقه شباب يعني بيكلفوا كل بطاقه نحسب 80. والله يعني صار عندنا كثير من الشباب بس ولكن الشباب الحلوين هيك ما راح يكفي الحال. لازم نحرق ابو الحاضنه يا شباب. يلا ليتس جو ليتس اند جنتلمان. خلينا نشحن جوهر. حلوه اعطاني توب جديد. اوكي شباب صح لنا تقريبا 7000 جوهره. اوكي يلا نكمل اللف ليتس اند جنتلمان. ليتس جو يلا معلم حبيبي والله يا بوي. يلا يا معلم نحرق ابو الحاضنه يا شباب. 3 حاضنات بنفس الوقت يعني او ماي جاد. لا هذا ما اتفقنا بدنا احجار معلم. لا معلم هيك بدنا حجر يا اخي. شباب لحد الان يعني والله شيء غريب يعني لحد الان ما اعطوني ولا بطاقه مخطط. يعني خلينا نشوف كم صار عندنا من الاقنعه شباب. طبعا بالنسبه لحضره جوكر شباب عندنا يوم يعني اهم الاشياء يعني نحاول سجلنا شيء مخطط نجيب يعني سكن البنت. اوكي بس هون شباب هون شو عندنا؟ هون 5 احجار. اوكي نحاول نجيب اغلى واحد شيء اهمهم كثير شباب. هون كمان شباب نجيب كمان اغلى واحد ولا ثاني واحد. اوكي وبعدين والشباب شوفوا الحاضنات معبه كل حاضنات اللعبه موجوده شباب. اتمانو يلا يا قلبي ويلي يا اخي غمض قناع. بدنا احجار شباب بدنا احجار شباب. يلا حجر معلم ويلي ويلي ويلي. لا 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 مستحيل. لا يا ربي مستحيل. لا يا ربي مستحيل. لا ابلع. يلا حجر بدنا حجر معلم بدنا حجر. واخيرا واخيرا اخيرا ليديز اند جنتلمان يلا قناع. يا اخي شو هذا قناعات معلم؟ صار عندنا اقنعه اليوم مثل اقنعه بدنا حجر. واخيرا هي جانا قناع ثاني شباب حضنة الجوكر. يعني الوضع اليوم ايزي فري. اوه هي حجر. يلا بدنا حجر كمان. حجر ولا كفو عاش. حجر ولا ما في حجر. يلا ان شاء الله حجر ليديز اند جنتلمان. حجر 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 حجر. ايه تمانو والله شباب بعرف كم قناع صار معنا دخيل الله. هي صار عملت من احجار شباب. اثنين من الاقنعه. اوكي والله شيء باللوز شيء باللوز اللوز اللوز معلم. هون شو في عندنا؟ هون صار عندنا ستة والله يعني 1 2 3 4 5 اوه امنا هذا معلم كله يعني نقدر نجيبهم كلياتهم شباب ايزي فريزي. هون معلم شو في عندنا؟ هون كمان 10 اقنعه. ويل 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 يا لطيف ليتس اند جنتلمان. يلا نكمل شباب الحلوين. ابلع هاي احلى حجر. لازمنا احجار شباب. ويلي 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 احجار 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 معلم. حجر حجر يا جميل. لا 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 لا, لا. هيك صار كثير شباب. او ماي جاد شباب او ماي جاد. تفرجوا شباب 8 اقنعه 10 اقنعه. وات از ذيس ذيس ماي فريند حبايبنا. وات از ذيس شباب. ويلي 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 يعني ما اعرف شباب كم يعني اي دونت نو. يلا سنضرب هذا نكمل هذا المعلم. باخذ 8 جنيه ونكمل هدول عادي حبايبي. ليتس جو ويل ويل. اوكي شباب خلينا نوقف شوي نشوف نركز شو راح نجيب شو راح نعمل نجيب يا اساطير. بالنسبه لهون عندنا هون المهرة شباب عندنا هون يعني بالنسبه لشخصيات البنات يعني مو قصه يعني صراحه انا ما بلعب يعني بشخصيات بنات شباب فهمتوا علي كيف يعني قليل كثير. ليك راح نوقف هي راح نشوف بعدين. اوكي عندنا قناع راح نشوف بعدين نفكر ونشوف. اوكي اهم شيء شباب انا حابب اجيب هذا هذا شباب هذا اهم شيء عندي حابب اجيبه يا ساتر. اوكي خلينا نجيب هذا حبايبي. اوكي وندخل على محطة الرابر. وهذا شاب هذا هذا كمان كثير يعجبني فيه القناع يا ساتر. هذا القناع تبعه يعني كثير كثير حلو. ليك حبايبي راح نجيب هذا التمانو. يا سلام عليك حلو. اوكي شباب الان كم بقى لنا؟ بقى لنا 2 من الاحجار تمام. خلينا نشوف شو راح نشوف شباب. عندنا هذا كمان هذا كمان حلو هذا كمان حلو شباب. هذا كمان اشي مرتب. الصراحه حبايبي والله محتار يعني شو اجيب يعني اجيب. بالنسبه لهذول عندي دائما يعني دائما شوفوا هذا عندي هذا عندي هذا بالنسبه للحاضن عندي هذول يعني. اوكي هون كمان عندي هذول عندنا اياهم شباب. هذول براير يعني راح نشوف شو راح نجيب. اوكي شباب الحلو رح نشحن كمان الجوار يا اساطير. رح نعلق ابو الحاضنه شباب يعني هذول 3 حاضنات اسطوريات يعني شباب الواحد ما لازم يعني نفوتهم يا اساطير. اوكي هيك صار عندنا شباب شحنا تقريبا يعني مع البطاقات يعني تقريبا 20000 جوهره وفوق. اوكي اكتبوا بالتعليقات شباب 20000 جوهره ولا لا. اوكي يلا نكمل. ابلع اي احلى حجر شباب. حرق الحاضنه بكل معنى الكلمه شباب بكل معنى. ان شاء الله بدنا حجر معلم لازمنا حجر معلم.
ولك حجر، حجر معلم، ما في حجر، كفو لك عاش. هاي حجر شباب، هاي صرنا 4 حجار شباب، وهي 5 حجار. اوه كم حجر، اوه تمانو والله. ويلي 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 على الاقنعة شباب، ويلي 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 التمانو شوية. يلا نكمل حبيبي. قناع كمان، قناع زاهية، قناعان شباب، بس بدنا الاحجار ابو سيدي. هاي حلو، هاي احلى حجر، بس بدنا الاحجار برو. حجر حجر وهي حجر حلو والله شباب. ما اعرف ما اعرف صراحه يعني. يا سلام يا سلام، تمام. ابلع ابلع، ما في ما في حجر يعني. اعطونا 3 4 احجار 3 مرات خلينا ننبسط يعني. ليش هيك يعني ليش؟ يا اخي اقنعه، ملينا من اقنعه والله، ملينا من اقنعه. ما عاد بدي اقنعه يا بني ادمين، ما عاد. اقوى لفه شفتها بحياتي شباب. ويلي 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 ويلي، What is this؟ وال أقوى لفة شباب، حجر وال أوب 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 أوب. لا 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 هيك كتير والله، هيك كتير شباب، أنت معنا كتير والله، كتير هيك معنا، لك عاش. كفو 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 يا أخي شباب، صراحة ما بعرف والله شباب، جاب لي الحراره، جابوا لي الحراره، هاي الحاره جابت لي. والله 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 كيف لك عاش. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على الحبيب، حبايبنا صلوا على الحبيب، الله يسعدكم. وال وال ولا لاقني يا اخي، كم قصار قناع عندنا داخل؟ الله ثواني شباب، طولوا بالكم. هلا المهم القناع اهم شيء نجيب شباب، مثل ما اتفقنا حابين اجيب هذا الصراحه يعني، حابب اجيب هذا شباب كثير، هذا عاجبني كثير من زمان ويعني حابب اجيبه. اوكي جبنا هذا معلم، وخلينا نجيب كمان. طبعا هون عندي، هون بهالحاضرة في عنا شخص يعني، في عنا سكنات بنات يعني حبيبي والله، عنا هذا اهم شيء باللوز. بالنسبة لحاضرة الجوكر يعني يلا العيون، لعيونكم لعيون البنات، هاي اغلى 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 سكين تبع هذه الحاضنة الجديدة هاي. اوكي وحاضنة الجوكر كمان، روحوا لعيونكم، ليتس جو، اغلى شيء كمان. ايه تمام، يا سلام والله شوف. الله لا شباب لازم نجربهم كلياتهم، تمام لازم نجربهم كلياتهم حبايبي. باقينا عندهم حجرين يا اخي، والله ما اعرف هون عندنا. والله هذا كمان حلو الصراحه تبع الجوكر. ها الله روح، ها هاي جبنا كمان سكنات الجوكر شباب حبايبي، ما راح اجيب كثير شباب يعني على الفاضي يعني بعدين حبيبي والله. اوكي خلصنا كل شباب، اوكي ما عاد عندنا شيء ابدا. اوكي الان لازم ندخل ونشوفهم من قرب شباب كل السكنات، يلا حبيبي والله. اوكي شباب خلينا نبلش. اول شيء بل شخصيات ال هون عندنا باقة، هون باقة، هيا نفتح الباقة هاي، بلاش بالهذا هذا ضروري نجيب هيد شوت ضروري، على هيد شوت على السريع. ونجيب هذا كمان، نفتح هذا كمان، هذول نفتحهم كلياتهم هيك، فتحناهم حبايبي. لوز اللوز حبيبي والله. اوكي يلا الان ندخل على التدريب شباب، نجرب الوضع شوي شوي وليتس جو. هذا اول سكين شباب من حالة المكسر العظام. اوكي ليديز اند جنتلمان حبايبي كرام، ليتس جو. هات لنشوف، هات لنشوف هذا الجميل. يا السلام والله شباب يعني من اقوى الحاضنات يعني، بدون 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 يعني، من اقوى الانكيوباتور الكل بكل اللعبة شباب، ثلاث اقوى باقي بس فقط شباب. انا الصراحة حاسس هوب 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 الهيد شوت الهيد شوت الهيد شوت. لا لا خلاص عليه هيد شوت واحدة بعليه، خلاص خلاص نروح ننتقل على سكين ثاني شباب. اوكي شباب الان وصلنا للحاضن الثاني شباب، الثاني تبع يا اخي هذا شباب صراحه، هذا كمان يعني دولارات مدرات يعني، كمان هذا شاب يعني هو واللي جربناه من شوي يعني، يعتبروا الصراحه من يعني اثنيناتهم حلوه الصراحه يعني، يعني شيء بلوز بلوز. شوف هيتشات هذا، شوف هيتشات معلم. اوه يا السلام عليك، يا السلام عليك حبيبي والله. هذا شوف اوكي شباب، هذا عندنا هون جميل، هذا والثاني يا ساتير حبيبي والله. ليتس جو معلم، مرتب يا سلام. هذا شوف، هذا شوف يا جميل. وين 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 هذا الجميل، وين وين بلا ولا شوي على اللوبي. خلاص خلاص نروح نشوف الثالث شباب الحلوين، ليتس جو. اوكي شباب الحلوين، اوكي يا ساتير
عنا هذا كمان التالت. طبعا يعني ما راح ندخل كمان نجرب عشان ما نطول عليكم حبايبي. هذا هو الثالث حبايبي. الان احنا ننتقل الى السكنات الثانية تبع نفس الحالة بس ولكن البنات. اوبا، والان حبايبنا صار بصنا بسكنات البنات يا اسطي. اوكي تخيل نشوف سكين هذا السكين شباب، يعني ده كمان من السكنات الصراحة الحلوة. يعني الحاضنات الثلاثة شباب مثل ما قلت لكم، يعني كانش بنت او شاب من اقوى السكنات حبايبي. هات نشوف هذا. طبعا انا تقريبا نص المتابعين من البنات، يعني لازم برجيهم هم كمان يعني حبيبي والله. بس ولكن خلاص شباب، انا راح احاول العب سكنات البنات شباب ضروري راح نحاول. اوكي هيتشات تعالوا تعالوا وين رايح؟ وين رايح يا برو؟ واا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 ا
تعال تعال يا جيمي تعال تعال يا تعال تعال وين رايح وين رايح وين رايح وين رايح خلاص بكفي بكفي نشوف اللي بعده معلم نشوف اللي بعده شباب اوكي حبايبي الكرام هذا عندنا هون مثل ما انتم شايفين تبع السكين البنت الكمان تبع اللي جبناه اوكي حبايبنا تمام الان ما راح ندخل عليه عشان ما يطول عليكم الفيديو كثير يا اصدقائي الان راح ندخل على الحاضنة الجوكر اوبا شباب والان وصلنا لحاضنة الجوكر شباب يعني الصراحة يعني عم نسجل ذكريات كثير 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 حلوة شباب ايام الحاضنات القديمة بس ولكن صراحة يعني برجع بقول لكم يعني هالحاضنات من اقوى الحاضنات اللعبة شباب نزلت الصراحة يعني شيء باللوز واللوز ابلع ولا يا السلام عليك الجوكر شباب ياس احلى ايام شباب والله الصراحة يعني راح نسترجع انت ما هتفي اي اي اوه ما يموت يا الله موتوا له موتوا له موتوا له شباب عنده ايام جوكر شي باللوز اللوز خلينا نروح نشوف الثاني معلم اوكي حبايبي الكرام هون عندنا الجوكر الثاني يا اساطير الاسود تمام يعني كل سكينات الجوكر حبايبي هذا التمرين الثاني لكن كل سكينات الجوكر يعني شيء وسط اسطوري اسطوري يا حبايبنا اوكي خلينا نحن نجرب شباب سكينات الرابر ولا ما اعرف شو شباب لانه ما راح ندخل نجرب هذول يعني مشان ما يطول عليكم حبيبي والله ليتس جو هو من بعد مو من بعد شباب عندنا هذا السكين يا اساطير الرابر الغني اوكي حصلنا عليه كمان شباب ما راح نطول عليكم حبايبنا كثير كمان مشان ما يطول مثل ما برجع بقول لكم نطول طول الفيديو عندنا هذا كمان شباب حصلنا عليه من شوي تمام وعندنا هذا شاب هذا لازم هذا جربناه هذا جربناه شباب هذول جربناهم كلياتهم حبايبنا اعتقد الان كل شيء جربناه يا اساطير بس السكينات البنت السكينات البنت شباب البنت اللي حصلنا عليهم هذول تبعت الجوكر هيك حصلنا كمان على سكينه الجوكر يا اساطير كمان يعني كل سكينات الجوكر اسطوريات بدون يعني بدون نقاش بدون كومنت وبدون اي شيء وهذا كمان سكين الجوكر هذا كمان حلو طبعا في سكينات الجوكر ثانيه ما اعرف اذا عندي اياهم عرفتوهم اكيد سو جايز اعتقد كل شيء شفناه الان لا ما شفنا كل شيء عندنا هي السكينات تبعت الرابر كمان هذول ما شفناهم حبايبنا هذول كمان من سكينات البنات الحلوه يعني صراحه انا ما بلعب كثير شخصيات بنات بس ولكن ان شاء الله عم قريب رح نحاول يا اساطير رح نحاول هي كمان هذا اللي بيعطي سكين البنت نفس الشيء رح نحاول باذن الله تعالى اوكي ليز اند جنتلمان هذول تبع الحاضنات القديمه شيء كثير لوز اللوز اللوز اللو ليز اند جنتلمان سو حبايبي الكرام هيك بكون تم مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبنا لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات يا احلى ناس ودعمكم الاسطوري يا حلوين بصراحه هالحاضنات يعني من اقوى الحاضنات حبايبنا اكيد راح ينزل شيء توب اب اسطوري ونعمل عليكم مسابقات حلوه وتحاولوا يعني تحصلوا واحد منهم اوكي يا اساطير نشوفكم على خير ان شاء الله انبسطتوا معنا لا تنسونا بالقناه الثانيه يا احلى ناس تمام راح ينزل ان شاء الله غدا فيديو اسطوري و بتشكر كلكم شباب كلكم من كل اسطوره يعني اللي شاهدنا من اول ثانيه من دخول المقطع من قبل نزوله لحد الان انت واحد اسطوره حصلنا على السكنات هذول شباب رجعنا نرجيكم حصلنا كثير من الاشياء عن جد حاضنات يعني عن جد نو كومنت من اقوى الحاضنات برجع بكرر شيء باللوز اللوز اوكي صراحه متفاجئ كثير شباب انه نزلت هالحاضنه يعني تمام بشوف الاقنعه اللي عندي يعني عندي كثير صار من الاقنعه اكيد راح نجيب شويه اجرب وان شاء الله راح نكملهم اوكي نكمل الباقيه
سو نشوفكم على خير حبايبنا، ان شاء الله انبسطتوا معنا، ويلكم، تشاو تشاو.